الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أجفتوت كين يدرسين كين يكسر هل تعلم أن الإنسان إذا التزم الحياء صار محمود السيرة عند الله وعند الناس نمني يو سالفنا إسا تشريعك إسا تبرباتي ساتا إسا نقبتي سينان إسا اللي كان فارفا متآنما براتيس ربين براتيس كان بيكتا يجدا إن أحق من نستحي منه هو الله تبارك وتعالى كان إرا سالفتشون حق قدتو كان مو سالفتمو كان حق قدتو رب جتارا الذي لا تخفى عليه خافية كان هما تقول إسا جلاهن نوكن نتارا كان وانتنام نيقودو هندي وكان كيسا نماتي في دوبا نما هند بيكو رب جتارا كاناف كان الرسال فتمو حق قدتو رب جتارا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وان إجنا من أقره هند أما اللي وان نمي قلبي إساتين كيساتي الأكسو اللي ربين نبي كيتارا ربين وانتي إسا جلال أكتو توقو اللي هنجرو وإن الحياء من الله يكون بالإيمان به أما رب الرسال فتشون أكامتين تا رب الرسال فتشون بالإيمان به ربي تأمنوا أنجتارا ربي تأمنوا أكاتا إسا ملو تربين بيكاني إتأمنوا ربين أقوم سورة وأداء ما افترض وترك ما حرم والربين درقمن رتيكو دغي سودان والربين محرام غديو الرافغاچون انجچارا رب الراسال فچون كان اجچارا وغاية الحياء كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء تمر سالفنا رئيسا كم أمي سالفنا رجتنا إسا رسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود كان كيستي نوفهمني رسول صلى الله عليه وسلم مالجدا استحيوا من الله حق الحياء فقلنا يا نبي الله إنا لنستحي مالجدا جرمو صحاب النيروسنا قاف رسول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء جلني مال جل الصحاب النمو فقلنا يا نبي الله إنا لنستحي مال جل نتي أمو نبيين أن أكس جنة جلني نتي باي ربي سالفن يوكان مو باي سالفن نوهي جلني قال ليس ذلك سالفن إسجا قبدا سنك أفامتي جلنا ولكن من استحيا من الله حق الحياء غرو امو نمني دغات رب الرسال فته مال توقبا فليحفظ الراس متى سايجچو قبا يچارا وما حوا وام متى ساكي سجروس من سمو سايجچو قبا وان سمو ساكي سجرول وان سمو ساكي سغلول وان سمو سا قبته جرول ايغو قبا يچارا والبطن وما وعى اما لي غرائسس وان انكي سجروس وان غراسا كي سجروس ايغو قبجچارا وليذكر الموت والبلا اما لي دعافي دعاني امو قبري كي ستي كان كانن قام اساني بيونياتو نياتمون جراچو سنا بيكا جدنچارا سنا يادچو رقبدو ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا نمني آخرة بربادي نمني قيابوري ملكاو بربادي نمني آخرة ساتي دوبة ساتي ملكاو بربادي ترك زينة الدنيا بريدين دنيا كنا نئي سايتارا بريدين دنيا كنا لئي سيد مالغورا آخرة إساتي فجدا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء نمني كنا هندا قدي إني كن أغاتي رب الرسال فتجة جالا نمني وار ربين إسارتي واجبة قد إغيسي أكاسم اللي وار ربين إسارتي حرامة قد إرافة قاتي
إنكن دغاد ان ربي سارا سالفته جچارا رواه الترمذي. وكذلك يجب الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نخالف سنته. اما له رسولك ان الرس صلى الله عليه وسلم سالفچون نور جچارا درقه مچارا رسولس سالفچون نورت درقه مچارا فلا نخالف سنته سنة اساني فالسو هنقمنو سنة اساني مرمو هنقمنو فالسو هنقمنو چارا ولا نقع في اعراض امته امال امتا اساني سو حق امالتي اتنبل اسنو حق امالتي وان اساني وان حق اساني تا انتقنو هنبل اسنو چارا وان كان ساني تا وان قبينيا امتا ساني تا وان هنتقنو هنبل اسنو چارا حق امالتي ولا نخالف اخلاقه الحسنه التي منها الحياء. امال حالف امال اساني سنفال سنو يچارا حالف امال رسول صلى الله عليه وسلم كان غاريتا دسنا هنفال سنو يچارا حالف امال اساني غاري كه ساموتو كمالي الحياء سالفنا دچارا سالفنا نكم بكم بكلمت قدما سالفنا شريعه كه ستفار فما تيفي سالفنا شريعه كيسات جبمات اجرا كان ادو كان دوبچا جركون كان شريعان اتكاكاسكون شريعه كيسات اسفار فمات ايدا سالفنا ايسا شريعه كيسات فار فمات ايدا جچارا. فعن ابي سعيد الخدري قال كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها. رسول صلى الله عليه وسلم اكان نما سالفته ترنجچارا سالفته نمات الرسول صلى الله عليه وسلم كان جچون والرب سان رتي غد واجبو غد هندغ گيساني والرب ارا ادو هند رافغات انچا الرسول صلى الله عليه وسلم سالفنا اسچا شريعه كي ستفار فما تا اسنا غوتوت كان قبو اينو رسول اچا صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب الحياء من عامه المجتمع. اما له سالفنان ولي قال حواسا الرال سالفچون وان برباچ سال اچارا وان جبما تا گچو دي سودان جچارا وان حواسني مسلما جب وان حواسا مسلما برت جبما تا گچو دي سودان حواسا هند برت لي مالتا ودا سالفنا قباچون وان غاري دي اچارا. لان المجتمع لا يذم من الاخلاق الا سيئها. ولي قال لي حواسا كان اني الربسو كان اني جبو كان اني هنفر اني جتشارا حالاف امال ارى حالاف امال كميدي حالاف امال فكتا تاي حالاف امال جبما تاي حالاف امال جبسيسا تاي دا كان حواسني بلان هنفر اني جتشارا. ويشهد لذلك حديث النواس ابن سمعان. اما اللي سنراتي وانتراغاتاو حديث النواس بن سمعان كان جاء مجارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم أكسرني البر حسن الخلق حالاف عمل غاريك أباتشون وان غارين أجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان غارين حالاف عملك أباتشون. والإسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. معصيه جتان امو وانا كميدي وان اتي وان قلبي كي سددبي وان قلبي كي سددبي اتي نمي توكل ارغو اسا جبتو يچارا كان نمني حال لسان مغاريته نمني عملي في حال اسا طبيعان لسان مغاريته وان اني جبو وان اني جبي اكاسو ملي نمني بران اللي اسرتي ارغو ساهم بربان نسان مال جنا مچارا انيكون معصيه دچارا. رواه مسلم حديثا كان كان غباسه مسلم اچارا. ثم ان الانسان اذا التزم الحياء صار محمود السيره عند الله وعند الناس. ايغاسي اچارا علمنا ما كن يو سالفنا كان سريت قبته اتين حجته سالفنا شريعه كيستي فارفمت ايكنا يو قبته اتين حجته ربي برت اللي نما سينا سفر فمتا اكسو منما برت اللي فار فمتا اجتارا.
طيب الذكر حسن السمعتي أمالي وين إسا وان غاريد أن دبتا مچارا نما براتي مالين دبتا ما نما غاري تأود أن دبتا ما أني حالا غاري كباتشور أن دبتا ما نمني اللي يروا إسا كاسو حالا أكاميتي نسا كاسا حالا غاريتي نسا مكاسا كاسا وكانمو مكاسا دبتا سعيدا في حياته وبعد مماته أمالي jireenya isaa addunyaa jiru keessattis maal ta'a namni kun namni saalfannaa kan shari'aa keessatti faarfama ta'e kana qabate duniyaattillee nama haala gammachuutiin jiraatu ta'a akkasumallee aakhiraattillee nama gammachuudhaan jiraatu ta'a jechaadha. misdaaqan liqawlihi ta'aalaa waqul i'maluu fasayara allaahu amalakum wa rasuuluhu walmu'minuun aayata kanatu dhugoomsa jechaadha. namni waan gaarii hojjete hojiin isaa rabbiin birattillee beekamaadha. namni waan gaarii hojjete akkasumas mu'mina birattillee faarfamaadha jechaadha. namni waan gaarii hojjete, namni haala gaarii qabate, namni haalaaf amala gaarii qabate horatee ittiin jiraate saalfannaa kan shari'aa keessatti faarfama ta'e sana qabate kan irratti jabaate ittiin jiraate inni kun rabbiin birattillee faarfama ta'a. akkasuma illee mu'mintoota birattis akkasuma faarfama ta'a jechaadha. waa'izaa nazaa al-insaanu sawba al-hayaa'i irtakaba kulla qabiixin yoo uffata saalfii ofirraa mulqe namni jechaadha. yoo uffata saalfiidhaa ofirraa kaase yoo ofirraa mulqe maal ta'a jechaadha. wanta fokkataa ta'e mara keessa bu'a jechaadha. waan fokkataa ta'e tokko hin dhiisu jechaadha. zinaa gochuu haa ta'uu, hanna hatuu haa ta'uu, muslima haqaan malee tarrabsuu haa ta'uu, muslima haqaan malee dhahuu haa ta'uu, waan hin taane hunda waan fokkataa ta'e hunda keessa bu'a jechaadha. gaafa saalfannaa ofirraa mulqe, gaafa uffannaa saalfannaa ofirraa mulqe waan fokkataa ta'e maraayyuu keessa bu'a jechaadha. walam ya'ti bima'ruufin waan gaarii hin hojjetu jechaadha. yoo saalfannaa ofirraa fuudhe waan gaarii hojjechuun irraan argamu. فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كان أمو وانت رقائس الرتبه وانت رقائس الرتبه مالي جيتش رسول صلى الله عليه وسلم سالفنان نبيوتا يوكان أمو شريعا نبيوتا هندما كيستيو faarfamaa jechaadha. shari'aa keessatti faarfamaa kan ta'e sun shari'aa hunda keessattiyyuu faarfamaadha. shari'aa nabiyyoota kanaan duraa keessattis shari'aa nabiyyii keenyaa keessattis saalfannaan inni gaarii ta'e, saalfannaan inni maal keessa jiru waan rabbiin namarratti waajiba godhe geggeessanii waan haraama rabbiin godhe immoo irraa fagaachuun keessa jiru sun shari'aa hunda keessatti faarfamaadha. namni ammoo saalfannaa sana dhabeyoo waan fedhe godha jechaadha. waan fedhe godheo sana booda qixaatatu irra jira jechaadha. maraxatee akka feete ta'i jechuu miti. yoo saalfachuu dhiiste akka feete ta'i mirga qabdaa jechuu miti. maal jechuudha malee namni saalfiin keessa hin jirre waan irraa saalfatamu tokkollee hin dhiisu waan haraama ta'e hundasaa hojjeta waan waajiba ta'e hunda dhiisa inni kun booddeesaa maaltu jira? adabbiitu jira, qixaatatu jira sanarratti jechaadha. sun akeekkachiisa kennuudha jechaadha. malee filannoo yookaan immoo waan feete godhi waan feete dhiisi jechuu miti. wayakfil hayaa'a fadlan annahu min sifaatillaahi ta'aalaa. hayaa kan jedhamu kun inni sifa rabbii keessaa tokko jechaadha. akka kan keenyaa yookaan immoo saalfannaan kan ilma namaatti dhaga'amu sun miira itti dhaga'amudha. miira immoo rabbitti hin malu jechaadha. hayaa sifa rabbii keessaa tokko. kanaafu waan gaariidha jechaadha. sifa gaarii, sifa maraxamaa waan ta'e jechaadha. ilmi namaa kun saalfannaa qabaachuun inni kun miira akkamiiti? miira waan gaarii hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa qabaachuutii fi miira wanti fokkata ta'e, wanti jibbamaa ta'e, wanti rabbiin biratti jibbamaa ta'e ammoo irraa saalfatamuu kan qabu ta'uu isaa beeksisuudha jechaadha. yookaan ammoo sana horachuudha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.